علاء خليل، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. تصرف حضرتك تعرفنا نفسك؟ دكتور علاء الدين خليل احمد، استشاري امراض القلب الغير تداخليه، بعمل في المملكه العربيه السعوديه مستشفى الاي ام اس. المجال بتاعي هو استخدام الايكو في الاحوال المختلفه وخصوصا في العمليات وفي مناظير القلب. دكتور، وحضرتك اول مره تشرفنا في كويتي اهلا؟ لا لا لا، انا طبعا كنت باجي از اودينس بقالي اكتر من 10 سنوات دلوقتي، وسبيكر از سبيكر بقالي دي كنت ثالث سنه از سبيكر. حضرتك شايف اي تطور في المؤتمر السنه؟ لا طبعا طبعا، تطورات كثيره جدا. طبعا كانت على اشهدها السنه اللي فاتت كمان، كان ما شاء الله كان الحضور جيد جدا، والدكتور محمد صبحي يعني واضح انه عمل شغل كبير جدا، وبيجيب سبيكرز انترناشونال معظمهم جايين من اماكن مختلفه، بحيث ان يحصل نوع من تبادل الخبرات والمعلومات العامه والاشياء اللي هي العالميه في مجال القلب كله. فعلا في تطور واضح. دكتور، كنا عايزين نعرف موضوع السبيتش بتاع حضرتك. الموضوع بتاعنا كنت بقدم حاله من الحالات النادره، وكيفيه استعمال التقنيات الحديثه اللي هي منها الايكو هو الموجات الصوتيه على القلب، وكيفيه استخدامها في التشخيص الدقيق لحالات القلب. فكانت الحاله اللي موجوده معايا حاله شاب عنده 17 سنه، عنده حاجه اسمها مارفنويد، حاجه اسمها مارفان سندروم، حاجه طويل القامه رفيع جدا، وكان دخل المستشفى بالتهاب شديد في الصدر، وعولج بكميات كبيره من المضادات الحيويه، واحتاج الامر انه يتعمل له انفيشن، يتعمل له تنفس صناعي وكده هو، واخذ انواع كثيره جدا من المضادات الحيويه. حالته لم تتحسن، ولكن لما بداوا عملوا له تصوير القلب اللي هو الايكو العادي، اكتشفوا وجود كتله تتحرك داخل القلب على الصمام الثلاثي، ووجدوا فيه ارتجاع شديد في الصمام الميتراني. تحول المستشفى اللي عمل فيها علشان الاجراءات اعلى، بدات عملت له منظار على القلب بحيث نشوف بطريقه ادق الاشياء اللي قالوا عليها، فوجدت فعلا وجود كتله كبيره جدا جرثوميه موجوده على الصمام الثلاثي، ووجدت كذلك وجود ارتخاء شديد في الصمام الميترالي، وقطع في الاجهزه اللي هي بتعمل تدعيم للصمام الثنائي، فمما ادى لوجود ارتجاع شديد في الصمام الثنائي، وكذلك الصمام الاورطه كان فيه مرض من الاسباب بتاعت اللي هو المارفن سيندروم، وكانت عامله ارتجاع شديد كمان في الصمام الثلاثي. فتجميع هذه الاشياء كلها تعتبر اشياء نادره، وتعتبر كلها اشياء تجمعت مع بعضها في مريض واحد، فدي من الاشياء الصعبه جدا في التعامل معها. الحمد لله قدرنا نشخص وعرفنا خطوره الموقف، ودخلنا عملنا له العمليه وشلنا الكتله، وكانت كتله من الاشياء النادره، وتم تشخيصها على اساس انها جرثومه كبيره مأثره على الجزء الايمن من عضله الصمام الثلاثي، وكذلك نتيجه وجود المرض اللي هو المارفن سندروم كان مأثر على الصمامات الاخرى اللي هو الاورطه والصمام الميترالي، وده شيء نادر يحصل التهاب في مكان ويحصل شيء مزمن في صمامات اخرى، ويتم يعني تضخم وتضاعف هذه الاشياء. فالحمد لله وخرج بسلامه مريض. فدي من الاشياء اللي احنا بنعملها بنسميها كيس ريبورت، على اساس انها نادره على مستوى العالم ان يكون التجمع ده، واحنا في طريقنا ان ننشر هذه الحاله في احد المجالات العالميه. كنا عايزين نعرف كيف استعمال التقنيات العاليه في التشخيص. والله الكلام ده طبعا واحد بيقوله للزملاء الاطباء اللي هو في مجال القلب. طبعا انت عارف حضرتك مجال القلب بيقسم لحاجه اسمها انفيزيف اللي هو العلاج القلب التدخلي اللي بيشمل القساطر والدعامات والاشياء دي، والقسم الاخر اللي بيسميه نون انفيزيف اللي هو الغير تدخلي اللي بيشمل بقى اللي هو الموجات الصوتيه على القلب، بيشمل الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي، الاشعه المقطعيه، كل هذه الاشياء، واهمهم طبعا اللي هو الموجات الصوتيه على القلب اللي هو بنسميه الايكو. استخدام الاشياء فيها ومنها اللي هو اللي بنسميه الترانسفيزيولوجيا اللي هو المنظار ده بيبقى مهم جدا في تشخيص الاشياء اللي ما نقدرش نشوفها بالتصوير العادي.
طريقه الصدى، كانوا بيبقى ادق بكثير وبيدينا صور واضحه للطريقه. فاستعمال هذا التقنيه الحديثه بتوضح لنا اكثر الصمامات لو كان فيها اي خلل او وجود التهابات زي ما قلنا مثلا في الحاله بتاعتي، او وجود تجلطات او اي شيء، بتبقى مهمه جدا في تشخيص. وكذلك بنستعملها في العمليات، يعني اي عمليه للصمام او عمليه للتشخيص الدقيق مثلا لثقب في جدار القلب او وجود اورام او اي شيء، لابد من وجود احنا معاهم في العمليات. بنعمل الانظار، بناكد وبنحدد وجود التلف موجود فين عشان الجراح يعرف مكانه بالظبط. ودلوقتي في تقنيه اعلى معانا كمان بنستعملها اللي هو 3D، اللي هو الموجات الصوتيه ثلاثيه الابعاد. دي بتدي صور كامله وكان القلب حقيقي، وتبقى صوره كامله امام الجراح انه كانه فاتح في القلب وشايفها كانها زي الوضع اللي هو بيشوفه في العمليه. فدي بتسهل عليه كثيرا انه بيبدا يعمل العمليه بتاعته، ويبدا كمان احنا نعمل له نوع من الاسسمنت اللي هو بنشوف الوضع بتاعه بعد ما خلص العمليه، قبل ما يقفل المريض نفسه ان كل شيء سليم ومفيش اي مضاعفات او اي شيء. فكل هذه التقنيات مهمه جدا لحياه الانسان، مهمه لصحته. فكل هذه الاشياء يعني ننصح بيها زملاء الاطباء ان يتعلموا فيها كتير، لان هو ده المجال الحديث. وكمان يعني لو في وقت كده تكمل كلمتين برضه، دلوقتي موضوع الايكو اصبح تقنيات كمبيوتر اكتر، سوفت وير اصبح دلوقتي كمان في مجال الاناليسيس وعمليه الريبورت اللي احنا بنعمل عمليه كتابه التقارير وهذه الاشياء تعتمد على السوفت وير اللي بيستعمل. في سوفت ويرز بتستعمل دلوقتي بتدينا حسابات دقيقه جدا لكفاءه عضله القلب، حاجه اسمها الاستبين والاستبين، الحاجات اللي هي بتعتمد اصلا على قوه كل شعيره وكل جزء بسيط من عضله القلب. ودي مهمه جدا دلوقتي لدرجه ان بقول لحضرتك الطيارين ما بيدوهمش اللايسنس بتاعتهم للتجديد. احنا في المملكه العربيه السعوديه دلوقتي ما بيدوهمش التجديد غير لما بيجوا لطبيب القلب، وبنعمل لهم تقنيه حديثه جدا، بنعمل لهم الايكو بثلاثي الابعاد، وبنشوف كفاءه كل فايبر من اللي موجوده في عضله القلب، بيتاكدوا تماما ان البايلوت اللي هو الطيار سليم 100%، اللي طبعا بيتحكم في طبعا في اشياء خطيره جدا حياه الناس. فاصبحت من ضمن الجايد لاينز بتاعتهم الجديده، الكلام ده ما بقولوش 3 4 شهور. واحنا انا افخر ان انا بعمل في المستشفى، الحمد لله احنا اللي بدانا هذه التقنيه، والحمد لله اصبحت هي الوحيده دلوقتي جديده موجوده، بس مش طبعا انا بتكلم على المملكه بجده في المسي بالذات، ان هي احنا دخلنا التقنيه دي احنا من فتره، واصبحت دلوقتي هي بقت جايد لاينز للطيارين. فدي طبعا بتضيف وتوري اهميه الفحوصات والاكتساب في طبعا الحفاظ على سلامه الناس. الموضوع خطير ما هوش كل شيء. ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي.